بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في أكاديمية عايد. بنقدم لكم النهاردة تمرين أو تدريب على الاختبار المركزي الصف السادس الابتدائي. النهاردة مادة الرياضيات. الاختبار المركزي عندي له كم قسم؟ القراءة والرياضيات والعلوم. عدد الأسئلة لقسم الرياضيات 25 سؤال. طبعا أنت بتجاوب بالتظليل، لما اجي اظلل رقم الاجابه بظلل الدايره كامله زي ما انت شايف عندك كده في الشاشه. لازم الدايره كامله تكون متظلله عشان الاجابه تحسب. عندنا همرنك النهارده على موضوعات اللي هيجي منها الاختبار المركزي، الموضوعات بتاعتنا اللي هيجي منها الاختبار او اسئله الاختبار. قسمنا الموضوعات دي على محاضرتين، محاضره النهارده هناخد جزء من الموضوعات اللي هيجي منها أسئلة الاختبار، وبقية الموضوعات يوم الأربع إن شاء الله في نفس الموعد. يبقى أنا هراجع لك مراجعة بسيطة على الموضوعات اللي هيجي منها أسئلة الاختبار، وهنحل نموذج، هنشوف نموذج للاختبار المركزي كأنه قدامك اختبار بالظبط، برضو نموذج النهاردة ونموذج يوم الأربع. يبقى أنا هراجع على الموضوعات اللي جاي لك منها الأسئلة أسئلة الاختبار، وهنحل نموذج النهارده ونموذج يوم الأربع، وبالتوفيق في الاختبارات إن شاء الله. وأكاديمية عايد بتتمنى لكم النجاح والتوفيق. ده شكل التظليل عندي، وده شكل الاختبار بتاعنا، وده شكل الأسئلة. بعد ما نراجع على الموضوعات اللي هيجي منها الاختبار هنرجع للاختبار بتاعنا ده ونحله مع بعض. هذا الاختبار بتاعنا وصورته، وهيكون الملف معاك موجود. 25 سؤال عندي قسم الرياضيات، 25 سؤال بجاوب، بيبقى معايا ورقة للإجابة، بقرأ السؤال وأشوف أختار الإجابة الصح ألف ولا باء ولا جيم ولا دال، وظلل الدايرة مقابل رقم السؤال عندي في الورقة. هنشوف هنعملها ازاي، بس النهاردة هنبدأ نشوف موضوعات من اللي هيجي لي في الاختبار ونسمي الله ونبدأ الموضوعات بتاعتنا. أول موضوع بيجي منه أسئلة الاختبار النسبة والمعدل، وأنا كطالب في سنة ستة المفروض إن أنا عرفت إيه هي النسبة وإيه هو المعدل والفرق بين النسبة والمعدل. النسبة بمنتهى البساطة يا حبايبي زي الكسر العادي كده، الكسر الاعتيادي اللي هو بسط ومقام، يعني زي ما أنت شايف كده كمية إلى كمية تانية أو كمية على كمية تانية أو 2 إلى 6. شايف مكتوب الاتنين بالعربي؟ 2 إلى 6 أو أهي 2 إلى 6. طبعا النقطتين اللي فوق بعض دول المفروض أنا عارف اسمهم إلى، أو 2 على 6 زي ما هي مكتوبة. يبقى النسبة عندي هي صورة من صور، أو الكسر الاعتيادي بيعتبر صورة من صور النسبة. يبقى النسبة بتعتبر مقارنة بين كميتين بس من نفس النوع، من نوع واحد. النسبة مقارنة بين كميتين من نفس النوع، لكن المعدل وهنيجي له بعد شوية مقارنة بين كميتين مختلفتين في النوع. لو جه يقول لي هنا اكتب النسبة التي تقارن بين عدد المشابك الحمراء إلى عدد المشابك الزرقاء في النشاط ده. أنا عندي مشابك اهي بتاعت الورق، في مشابك لونها احمر وفي مشابك لونها ازرق، فانا اعد يا ترى هو قال لي مين الاول
وركز مين اللي الطلب الاول في النسبه، الحمراء. يبقى انا عندي المشابك الحمراء اهي، قال لي كلمه الحمراء يبقى هي اللي اتنين، يبقى عملتها اتنين. هعد الزرقاء الاقيهم سته، يبقى اتنين على سته، عملت النسبه اهو. بس قال لي هنا كلمه تانيه، ابسط صوره. يعني ايه ابسط صوره يا حبايبي؟ ما يبقاش في قاسم مشترك بين الحد الاول والحد الثاني. ما انا عندي النسبه بتكون من حدين، الحد الاول والحد الثاني. الحد الاول اللي هو العدد الاول اللي اتذكر الاول، والحد الثاني اللي هو اتذكر الثاني. ابص للاثنين والسته، القاسم المشترك للاثنين والسته هي الاثنين، فبقسم على الاثنين. اتنين على الاتنين فهالواحد، ستة على الاتنين فهالتلاتة. بيفكرني بموضوع الكسور المتساوية، الكسور الاعتيادية، زي ما اقسم البسط اقسم المقام، زي ما اضرب البسط اضرب المقام. هنا برضو النسبة كده بتعامل معاملة الكسر العادي. يبقى نسبة المشابك الحمراء إلى المشابك الزرقاء هي واحد على ثلاثة، هذا صورة للنسبة، أو واحد إلى ثلاثة بالعربي، أو واحد إلى اللي هي نقطتين فوق بعض إلى ثلاثة. معناه إيه الكلام ده ومعناه إيه النسبة ده؟ معناه إن كل مشبك أحمر موجود قبله ثلاث مشابك زرقاء. ده معنى النسبة، لكل واحد أحمر موجود في ثلاثة قباله أزرق. طب عندي اثنين أحمر يبقى يحط ثلاثة كمان يبقوا ستة. طب عندي ثلاثة أحمر زود كمان ثلاثة يبقوا تسعة. ده موضوع النسبة بتاعنا وكتابتها. ماشي يا حبايبي، مركزين معايا؟ نشوف كده. نشوف كده، أنا عندي أمثلة كمان عشان أحلها على النسبة. بيقول لي في دراسة مسيحية، على الطلاب بيفضلوا أي نوع من أنواع الفاكهة. سألوا الطلاب بتفضلوا أي نوع من أنواع الفاكهة، فتسع طلاب قالوا بنفضل البرتقال، وثمانية بيفضلوا أو بيحبوا الموز، والتفاح ثلاث طلاب، والعنب واحد بس قال. طيب يبقى أنا عندي كل الطلبة اللي شاركوا في ده كام؟ أجمع 9 و8 و3 و دول 21 إجمالي الطلبة اللي اتسألوا. طيب عدد الطلبة اللي فضلوا التفاح إلى عدد إجمالي عدد الطلبة، أنا أشوف اللي فضل التفاح عندي، اللي فضل التفاح عندي كام؟ 3 على الإجمالي بتاعي 21 أهي. يبقى النسبة بتاعتي بنسبة اللي بتقارن بين عدد الطلاب اللي فضلوا التفاح إلى إجمالي عدد الطلاب 3 على 21. قال لي في أبسط صورة أشوف القاسم المشترك بين الثلاثة وال21. ال21 تقسيم الثلاثة. تمام، يبقى هقسم على الثلاثة، 3 على الثلاثة فهالواحد، 21 قسمة الثلاثة فهالسبعة. يبقى أنا عندي النسبة في أبسط صورة 1 على 7 أو 1 إلى 7 أهي. يبقى ده موضوع النسبة بتاعنا، بقارن بين كميتين بين عددين. تمام يا حلوين، متابعين معايا؟ نيجي بقى للمعدل. كطالب سنة ستة لازم أكون فاهم جدا جدا النسبة كنسبة بس كده، بقارن بين كميتين من نفس النوع ونفس الوحدة. لكن المعدل أنا بقارن بين كميتين مختلفتين في النوع، مش الوحدة، مش الوحدات بس، مختلفتين في النوع تماما، كميتين مختلفتين، يبقى ده معدل. بيقول لي الريال السعودي والدينار الأردني، المثال بتاعي عشان يوضح لي. الريال السعودي أهو وحدتان مختلفتان من النقود،
طيب والكيلومتر والساعة برضو وحدة، كيلومتر ده أنا بقسمه المسافة والساعة بقسمها الزمن، يبقى الريال السعودي والدينار الأردني لما أجي أعمل بعمل نسبة بينهم لأن هما من نفس النوع، لكن الكيلومتر والساعة وحدة يعني كميتين من نوعين مختلفين، دي شغال ده مسافة وزمن. يبقى لو أنا بجيب هنا هجيب نسبة، لو أنا بشتغل هنا أشتغل معدل. طب ايه هو المعدل؟ هو نسبة بس ايه بين كميتين مختلفتين في النوع. وعندي كمان واحنا شطار واكيد كلنا عارفين ودرسناه معدل الوحدة. ايه هو معدل الوحدة؟ هو نسبة بين كمية الى وحدة واحدة من كمية اخرى، نسبة بين كمية ووحدة واحدة من كمية اخرى. الكلام ده ازاي عايزين نعرفه؟ هنشوف الكلام بتاعنا دون. يعني انا لو قلت السياره بتسير مثلا 120 كيلو متر في 3 ساعات، في 3 ساعات يبقى السياره بتتحرك 120 كيلو متر في 3 ساعات، ده معدل، ده معدل اهو. انا بقارن بين كميتين مختلفتين في النوع. طب لو انا عايز معدل الوحده يبقى بقارن بين كميه ووحده واحده من الكميه الثانيه، يبقى دايما في معدل الوحده الكميه الثانيه بتكون واحد، يبقى هنا هقسم على الثلاثه. 120 على الثلاثه فيها الاربعه، و3 على الثلاثه فيها الواحد، يبقى 40 كيلو متر لكل ساعه، ده معدل الوحده. يبقى الفرق بين المعدل، بقارن نسبه كمية أولى إلى كمية تانية بين كميتين مختلفتين في النوع. طب معدل الوحدة بخلي الكمية التانية واحد. طب بخلي الكمية التانية واحد إزاي؟ بقسم عليها على العدد بتاعها. يعني لو قال لي أحمد بيشرب في اليوم 3 كوبايات عصير، طيب في الأسبوع بيشرب كم كوباية عصير؟ يبقى بيشرب 21 كوباية في الأسبوع. أهو معدل، أهو 21 كوباية للأسبوع. طب معدل الوحدة، أنا عندي المعدل أقول له 21 كوب للأسبوع على أسبوع أو 7 أيام، 7 أيام. طب عايز معدل الوحدة، انا عايز نسبة بين كمية ووحدة واحدة من الكمية التانية. الكمية التانية 7، يبقى لازم اقسم على 7. 21 على 7 فيها 3، و7 على 7 فيها الواحد، يبقى 3 كوب لكل يوم. يبقى ده هنا معدل، ومعدل لازم يكون مدرك كطالب سنة ستة ممتاز، وانتوا كلكم ممتازين، انه معدل المعدل ومعدل الوحدة. يبقى المعدل نسبة بين كميتين بس مختلفتين في النوع، معدل الوحدة بخلي الكمية التانية واحد، طب هقسمها على العدد نفسه واقسم الكمية الأولى على نفس العدد زي ما اتفقنا عشان أوصلها لمعدل الوحدة. أهو زي ما شفنا قدامنا أهو في الأمثلة موجودة، 10 ريالات سعودية على 2 دينار أردني ولكل 2. طب عايز أعملها معدل وحدة، يبقى أنا عايز الكمية التانية دي، الكمية التانية تكون 1، هقسم على 2، أهو قسمت على 2 بقوا 5 ريالات سعودي لكل دينار أردني. برضو هنا نفس الحكاية، المثال بتاعي السيارة بتتحرك 232 كيلو متر في 4 ساعات. طب انا عايز اعملها معدل وحده، عايز نسبه بين الكميه ده المسافه بس الى وحده واحده من الزمن، يبقى هقسم على 4، بس ما ينفعش اقسم دي بس على 4، لا لازم الكميتين يتقسموا على 4، يبقى 4 على 4 في الواحد، عملت ده 1 ساعه، و232 على ال4 يديني 58. يبقى اختصار للكلام انه معدل الوحدة نسبة بين كميتين، ومعدل بس نسبة بين كميتين مختلفتين في النوع.
طب معدل الوحدة نسبة بين كمية ووحدة واحدة من الكمية الثانية، يبقى دايما الكمية الثانية عندي بتكون بواحد. ده كده بالنسبة لموضوع المعدل والنسبة. لسه برضو معانا أمثلة هنا. قطع أحمد بسيارته 25 كيلو متر في 15 دقيقة، فكم كيلو متر يقطع في الساعة الواحدة بحسب هذا المعدل؟ أهو أحمد بيتحرك بسيارته 25 كيلو متر في 15 دقيقة. 25 على 15، طبعا 25 كيلو متر على 15 دقيقة. عايز كم كيلو متر يقطع في الساعة الواحدة؟ أنا عايز هنا، فاكرين عندنا حاجة اسمها جدول النسب. أنا عندي 25 وعندي 15، عايز بدل ما هما دقيقة عايز في الساعة. طب الساعة دي إيه يا حلوين؟ وإيه علاقتها بال 15 دقيقة؟ أيوة تمام، زي الفل، ممتازين. الساعة 60 دقيقة. يبقى أنا عايز أشوف بقى يبقى كام كيلو متر في ال 60 دقيقة؟ أهو بدل 15 60. طب أنا أجيبها إزاي؟ أسأل نفسي، 15 يا ترى يجرالها 60؟ هل يا ترى قسمتها على عدد معين؟ لا خالص. ليه ما القسمة ما جاتش معايا؟ لأن هي ال 60 أكبر من ال 15، ناتج القسمة بيكون أقل. يبقى اتضربت، أكيد، برافو عليك، اتضربت. اتضربت في كام يا ترى؟ 4. 15 في 60، تمام. طب ال 25 علشان يبقى نفس القيمة اضربها فوق في 4. 4 كلنا عارفين 100 كيلو متر. يبقى عشان بحسب المعدل ده اهو، السيارة بتاعت أحمد هتمشي 100 كيلو متر في الساعة. تمام زي الفل. واحد تاني يقول لي يا أستاذة أنا عارف، بس عارف إن 15 دقيقة يعني ربع ساعة. يبقى السيارة اتحركت 25 كيلو متر في ربع ساعة، يبقى تتحرك قد إيه في الساعة؟ هضرب 25 في 4. أقول له برافو عليك، ممتاز ممتاز وهايل. يبقى أنا دلوقتي بستخدم المعدل أو النسب لحساب. أهو نشوف تاني، بقول اكتشف الخطأ. طارق وعمر، معدل الوحدة ل 108 ريال في 6 أسابيع. 108 ريال قدامي أهي على 6 أسابيع، قال لي 18 ريال في الأسبوع. طيب ده مين؟ ده طارق قال كده. عمر قال إيه؟ قال 54 ريال في 3 أسابيع. طيب ما هو ده كده أهو، ال 54، الستة قسمناها على الاتنين بقت 3، و108 على الاتنين بقت 54، وهنا قسمنا على الستة فالواحد، قسمنا على الستة فال18، ما الاتنين صح. لا يا أستاذة خلي بالك، الاتنين مش صح. هو بيقول لي معدل الوحدة، معدل ايه يا حبايبي؟ معدل الوحدة، وانا غلطت في ايه هنا؟ الكمية التانية 3 أسابيع، 3 لازم تبقى أسبوع واحد. قلنا معدل الوحدة مقارنة بين كمية ووحدة واحدة من كمية أخرى، يبقى مين اللي صح يا حلوين؟ طارق، برافو عليكم، ممتازين. يبقى ده تمرين لنا على معدل الوحدة. هنا بيقول لي ما الفرق بين النسبة والمعدل؟ أكيد إحنا شطار ونعرف نجاوب السؤال لأن كررناه أكثر من مرة في الكلام اللي فات. مركزين معايا حلوين؟ نكمل الموضوعات بتاعتنا اللي هنلاقيها في الاختبار المركزي. ما ننساش إحنا بنشوف الموضوعات اللي جيلنا منها أسئلة في الاختبار المركزي. الموضوع ده بتاع اسمه جداول النسب، درسناه كلنا شطار وممتازين وما زلنا شغالين على النسبة. نسبة واحدة
ممكن اعمل منها 20 نسبه، اعمل 100 نسبه، طالما بقسم النسبه بسط ومقام على نفس العدد او اضرب النسبه كلها في نفس العدد، يبقى انا ماشي زي الفل. اه الجدول بتاعي اهو، عندي النسبه الاولى 54 على 12، 54 على 12 او 54 الى 12. اه عايز نكمل جدول، شوفوا نقسم ال 12 ده على 2، يبقى اكيد ال 54 هقسمها على 2 تبقى 27. برافو ممتازين. طب خلي بالك، قال لي هنا بيلعبني، مش هشغلك بمزاجك، اشتغل بمزاجي انا، عمل لي هنا 2. اه هقف انا افكر بقى شويه كده، يا ترى ال 12 دي عمل لي فيها ايه عشان تبقى 2؟ هل ضربها في حاجه؟ لا طبعا، ده صغرت يبقى اتقسمت. طب يا ترى اتقسمت على كام؟ على 6. يبقى ال 54 اكيد هقسمها على 6، يبقى الاجابه 9. يبقى انا عندي، لو انا عندي نسبه واحده نص اهو، يا ترى اقدر اعمل منها كام نسبه؟ كتير قوي قوي قوي. عايز اضرب في 2 حد الاول وحد الثاني، 2 على 4، اضرب في 3، 3 على 6. طب اضرب ال 3 على 6 ازاي؟ طب اضرب ال 2 على 4 في 5 تبقى 10 على 20. شوف تقدر اعمل من نسبه واحده قد ايه؟ نسب كتير جدا. يبقى جداول النسب انا بمسك نسبه واحده واشوف، بس زي ما اعمل في الحد الاول اعمل في الحد الثاني، وزي ما اعمل في الحد الثاني اعمل في الحد الاول. معايا يا حبايبي؟ يبقى لو اداني اي جدول للنسب بتاعتي اقدر اكمل له الجدول زي ما هو عايز. اهو مديني جدول هنا اهو، بيقول لي بيعمل مربى، يعني كل 12 كوب سكر، كل 12 كوب سكر بيعمل 16 كوب مربى توت، او بياخد 16 كوب من التوت عشان نعمل المربى. طب لو عندي 4 اكواب من التوت، اه ارجع للنسبه بتاعتي، يا ترى انا كان عندي النسبه الاصليه كام؟ هي 16، بقت كام؟ بقت 4. طب يا ترى جرى لها ايه؟ ضربنا ولا قسمنا؟ ها حبايبي شطار، برافو عليكم، دي اتقسمت، لان دي 16 ودي 4 اتقسمت. طب يا ترى اتقسمت على كام؟ سمعوني، برافو، على 4. طب هعمل ايه في ال 12؟ هايلين، هقسمها هي كمان على 4، يبقى 12 على 4 فكام؟ 3. يبقى مكان المربع بتاعنا الفاضي ده 3. طب هو ريحنا وجاب لنا مكان فاضي كله، اشتغل انا بمزاجي، ينفع اقسم على 4؟ ينفع. ينفع اقسم على 2؟ ينفع. ينفع اقسم على 3؟ لا. طب ليه ما ينفعش اقسم على 3؟ لان زي ما اقسم ال 12 على 3 اقسم ال 16، وال 16 ما بتتقسمش على 3، يبقى لازم العدد اللي هقسم عليه يكون قاسم مشترك للعددين اللي عندي، لازم اخلي بالي عشان اقدر اكون. نكمل موضوعاتنا ولسه مع جداول النسب بتاعتنا اهي، القاسم المشترك عندي في كل الجداول، انا بص ال 10 وال 40 اقسم على 4، اقسم على 2، اقسم على 5، لازم العدد ده بيكون الاثنين يقبلوا القسم على العدد، عشان كده قلنا يبقى قاسم مشترك للاثنين. بيقول لي هنا سؤال اهو، تقطع سيارة عبد المجيد 700 كيلو متر مستهلكة 70 لتر من الوقود، استعمل جدول النسبة لإيجاد المسافة التي تقطعها السيارة إذا استهلكت 10 لترات من الوقود. يبقى لازم أعمل جدول للنسبة زي ما هو عايز أهو، عشان نشوف عربية عبد المجيد، هنا المسافة بالكيلومتر وهنا الوقود باللتر. ايه في الاول عبد المجيد مسافه قطع كام؟ 700 كيلو، استهلك 70 لتر، اقدر اقول يبقى عندي هنا لو استهلك 70، لو مشي 70 كيلو متر
هيستعمل 7 لترات. طب عرفناها ازاي؟ قسمت على 10، طيرنا صفر مع صفر، قسمت على 10، بس هو مديني شرط، قال لي عايز 10 لترات، 10 اهو عند اللترات، عايز المسافه بقى اللي هتمشي، ما جيبش بمزاج. طب يا ترى ارجع للترات الاصليه 70 تبقى 10 ازاي؟ 70 قسمة السبعة، قسمة السبعة يبقى هعمل ايه في 700؟ برضو نفسها قسمة السبعة، يبقى حطهم هنا على 7، يبقى الإجابة عبد المجيد سيارته هتقطع مسافة 100 كيلو متر لو استخدمت 10 لترات. متابعين يا حبايبي؟ نكمل موضوعاتنا، ما زلنا مع الموضوعات، ودخلنا على موضوع جميل جدا بيترتب على النسب وجداول النسب اسمه التناسب. التناسب ده هو معادلة بتبين ان في نسبتين متساويتين، باختصار جدا تساوي نسبتين او اكتر، نسبتين، ثلاثة، أربعة. قال لا، تم، كنا شغالين على جدول النسب. بالظبط، برافو عليكم. جدول النسب ده لو جيت اجيب له كلمة واحدة اقول عليه تناسب، نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة بتساوي نسبة، اصبح انا بتكلم على التناسب. يبقى كلمة التناسب معناها تساوي اكتر من نسبة، معادلة بتبين ان نسبتين بيساووا بعض. تمام يا حلوين؟ يبقى انا عندي التناسب زي ما احنا كنا شغالين في النسب اهو، نسبتين بيساووا بعض. عندي سيارة بتمشي 20 كيلو متر في 5 ساعات، طيب 4 كيلو متر في ساعة، فاكرين؟ ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بمين؟ برافو عليكم. معدل الوحدة أهو، أدي نسبة ودي نسبة بيساووا بعض، بقوا تناسب. طيب، ومن اللي احنا لسه قايلينه ومراجعينه الوقت ده بيعتبر معدل الوحدة بتاع ده أهو، قسمت ال5 ساعات على 5، نسبة بين كمية ووحدة واحدة من الكمية التانية، ده معدل الوحدة. برافو عليكم، ممتازين أهو. 45 كيلو متر في 9 ساعات، دي نسبة أهي، بتساوي لما هنا قسمة التسعة وقسمة التسعة، 5 كيلو متر في الساعة، يبقوا نسبتين بيساوي بعض، تناسب. طب وإيه كمان؟ معدل وحدة. برافو عليكم، معدل الوحدة. لازم كل كلمة اتعلمتها استعملها في الدرس الثاني، لان الرياضه واخدينها بشكل بنائي بنائي، يعني كل واحد برص عليها المعلومه اللي بعدها واللي فيها، وبحتاج كل المعلومات سلسله كده من المعلومات مترابطه مع بعضها، ما فيش عندي حاجه ملهاش دعوه بالثانيه. يبقى انا ده نسب وده جدول نسب، ودول نسبتين متساويتين، وده معدل وفي ده معدل واحد. لازم الكلام ده كله يكون في دماغي يا حبايبي وانتم ممتازين وهايلين. نجي نقول عندي ال3 قمصان ب 63 ريال وال5 قمصان ب 105 ريال اهو، ال63 ريال يدوني 3 قمصان، يبقى القميص الواحد واحد، واحد قميص ب 21، قسمة الثلاثة. نرجع نتكلم من تاني، نسبة، معدل، معدل وحدة، نسبتين بيساووا بعض، تناسب، نفسه. تمام؟ متابعين معانا؟ عايز أشوف شوية أسئلة من الاختبار ده كده، نتكلم عنها شوية أسئلة، نشوف إحنا فاكرين الحاجات دي ولا إيه؟ نراجع كده كام سؤال مع بعض. بيقول لي عدد طلاب فصل في أحد الفصول 20 طالب، منهم 12 طالب الحقائب لونها سوداء وبقية الحقائب غير سوداء. يبقى أنا عندي فصل في 20 طالب، 12 طالب منهم لون الحقائب بتاعتهم أسود، وبقية الفصل، طب بقية الفصل ده يعني كام؟ ما برافو عليكم، يعني 8، 8 طلاب حقائبهم غير سوداء. اكتب الكسرة الذي يمثل نسبة الحقائب السوداء إلى غير السوداء. طب أنا من المعلومتين ده هم هعمل نسب كتير جدا،
من ال 20 وال 12 هعمل نسب كتير جدا. اول نسبه هقول نسبه الطلاب اللي حقائبهم لونها اسود الى الفصل كله 12 على 20، دي النسبه الاولى. نسبه ايه؟ الطلاب اللي حقائبهم سوداء الى الفصل كله، يبقى اللي اتقل الاول احطه هو فوق في البسط، واللي اتقل التاني يبقى تحت في البسط. طيب دي نسبة. طب أنا عايز اللي حقائبهم غير سوداء إلى الفصل كله. اللي غير سوداء كام؟ باقي ال20. برافو، أدي كمان نسبة إيه؟ طيب نسبة ثالثة، عايز الكسر اللي بيمثل نسبة الحقائب السوداء إلى غير السوداء. قال لي مين الأول؟ السوداء اللي لونها كام؟ عددهم كام؟ 12. برافو عليك. طيب على اللي غير سوداء اللي قلنا لونها 8. هايل، عملنا نسب كتير، بس انا بس هلتزم في السؤال باللي هو طالبه مني. انا كده عملت النسب، ولو انا عايز اعملها في ابسط صوره، ال8 القاسم المشترك ليهم العدد 4. برافو عليكم. وبرضه بنفس الحكايه لازم اقسمها على 4، دي نسبة الحقائب السوداء إلى الحقائب غير السوداء. نشوف كمان سؤال من الأسئلة، بيقول لي اكتب كل معدل فيما يلي في صورة معدل واحدة. أهو جاب لي معدل 171 كيلو متر في 3 ساعات، اللي هي 171 على 3، 171 كيلو متر طبعا على 3 ساعات. معدل وحده يعني ايه؟ هو نسبه بين كميه لوحده واحده من الكميه الثانيه. يعني ممكن ارمي الثلاثه كده واحط مكانها واحد واقول له 171، لا انا كده بهزر، ما بتكلمش جد خالص. لا، زي ما اعمل في الكميه الثانيه عشان اعملها واحد اقسم على ثلاثه، اقسم الكميه الاولى على ثلاثه عشان يبقى كلامي صح مظبوط. يبقى انا هقول هنا على الثلاثه، وفوق برضو اللي هي 171 على 3. ال 171 على 3 تبقى 57، و3 على 3 فهو تبقى 57 كيلو متر لكل ساعة أو في الواحد ساعة. ده معدل الوحدة. خلي بالك مركزين مع النسبة والمعدل ومعدل الوحدة والتناسب. التناسب اللي هو جدول النسب، اللي هو نسبتين بيساووا بعض، معادلة تبين أن أكثر من نسبة متساويين. نسبتين متساويتين أو 3 نسب أو 4 متساويتين بيعملوا تناسب، بيكونوا لي تناسب. متابعين يا حلوين؟ نيجي نشوف هنا بيجي لي على ازاي احل التناسب. انا عرفت شكل التناسب اللي هو نسبتين بيساووا بعض، نسبتين بيساووا بعض، كسرين بيساووا بعض، نسبتين متساويتين. طريقة بقى الأسئلة بتيجي عليه ازاي؟ يعني التناسب ده يا أولاد 4 حدود، ما هو النسبة حدين، نسبة ونسبة يبقوا 4 حدود، بيديني 3 قيم والقيمة 4 ناقصة، أنا عايزة أجيبها. ده الحل بتاع التناسب. ده اللي انا هفكر فيه، ان انا اجيب المجهول ده. بيقول لي ايه؟ اذا كان 12 طالب جامعي من بين كل 15، لازم اقف هنا عند 12 طالب من بين 15 نسبة، يبقى 12 اللي اتقال الاول على 15، دي النسبة الاولى. بيفضلوا تناول وجبة الغداء في مطعم الجامعة. استعمل النسبة دي الأولى اللي هتجيب منها التناسب بقى. عايز لمعرفة عدد الطلاب اللي بيفضلون تناول وجبة الغداء في مطعم الجامعة من بين 500 طالب. يعني بدل ما يكون ال 15 العدد كله هيبقى 500، عمل لي اهو 12 على 15 بيساوي مين على 500. يا ترى هعمل ايه هنا عشان اجيب ايه عدد الطلاب اهو؟
عمل لي النسبة الأولى في أبسط صورة، شاف القاسم المشترك بين ال 12 وال 15، قسمنا على الثلاثة بقت 4 على 5. ده كسر بيسهل لي إن أنا أجيب القيمة اللي ناقصة عندي. الخمسة بقت 500 اتضربت في 100، الأربعة هتبقى 400، زي ما ضربت تحت في 100 هضرب فوق في 100، يبقى عدد الطلاب اللي هيفضلوا وتناول وجبة الغداء هيبقوا 400 من كل 500 طالب، يطلع لي 400 بيحبوا يتناولوا وجبة الغداء في مطعم الجامعة. يبقى إذن 400 طالب تقريبا من بين 500 هيفضلوا الأكل في مطعم الجامعة. يبقى حل التناسب، نشوف كمان سؤال على حل التناسب او مثال عندي موجود. هنا قال لي معدل الوحدة، شفت الترابط بين الموضوعات والاسامي مختلفة، معدل وحدة تناسب جدول نسب، وهو كلها نفس طريقة الحل، نفس تحس انه نفس السؤال، بس هو بقى مغير لي الاسامي شوية، بس تعمل النسب المتساوية لمعدل الوحدة للتناسب لجدول النسب كله بنفس الطريقة. بيقول لي اكتب التناسب وافترض ان س بيمثل عدد الكيلومترات اللي بتقطعها السيارة لو اذا استهلكت 10 لترات من الوقود. يبقى انا عندي السيارة بتقطع 24 كيلومتر بتستهلك 3 لترات، يبقى عشان تمشي 24 كيلو متر بتستهلك 3 لترات. بيقول لي هات معدل الوحدة، معدل الوحدة يعني خلي الكمية الثانية واحد. عرفناها دي، هقسم على الثلاثة، هقسم على ثلاثة، قسم ثلاثة على ثلاثة يبقى واحد، يبقى 24 على الثلاثة بقى 8. شوف يبقى ده تناسب اهو، ده نسبتين متساويتين اهو، ده كده معدل وحدة، كله كده نفس الحكاية. طب يديني سؤال تاني. عايز السيارة هتمشي مسافة كام لو استعملت 10 لترات؟ جميل جدا، نكتب السؤال ده في الأربعة والعشرين كيلو متر بيستهلكوا 3. السؤال الأصلي عايز السيارة تمشي قد إيه لو استهلكت 10 لترات؟ فكان لازم ألاقي حل معايا في الموضوع ده. ما أنا مش عارف، مش هقدر اقول مش عارف، طب اهرب ازاي؟ اخلي ده هو اجيب له معدل. قسمنا على الثلاثه، اثنين على واحد، حلو جدا حلو جدا. 8 على واحد، طب الواحد ده عايزه يبقى 10، ضربنا 15 8 80. يبقى لما يجي لي مساله تناسب وعايز مش قادر اوصل العدد ده يتضرب في كام، هات معدل الوحدة منه. متابعين يا حلوين؟ نكمل الموضوعات بتاعتنا. عندي برضو شوية أسئلة هنا. بيقول لي اكتب كل نسبة على شكل كسر اعتيادي. اتفقنا من أول ما بدأنا المحاضرة، اتفقنا إن النسبة كسر اعتيادي نسبة، وده الحد الأول بتاعها هو البسط والحد الثاني هو المقام. بيقول لي 12 قالبا أحمر اللون من بين 20 قالبا، عايز نسبة ومش بس نسبة في أبسط صورة. يبقى مين اللي اتقال الأول؟ 12 قالب أحمر، يبقى ال 12 أهي فوق من بين 20 قالب، يبقى ال 20 أهي مكان المقام. لسه ما خلصتش، محدش يقول انا كده عملت النسبه. ليه؟ ركز وقول لي ابسط صوره يساوي، دخلنا للنسب المتساويه التناسب. هشوف القاسم المشترك للعددين بتوعي الحلوين دول، القاسم المشترك بين ال 12 وال 20، يا ترى ايه القاسم المشترك؟ الاربعه، جدول الضرب بتاعنا على الاربعه. وين على الاربعه؟ يبقى 12 على الاربعه فيها الثلاثه، 20 على الاربعه فيها الخمسه، يبقى الكسر التالي للنسبة ده في أبسط صورة 3 على 5. طيب 24 قطعة بطاطس من بين 144 قطعة بطاطس، هي لا 24
على 144، اللي اتقال لي الاول بحطه في البسط، واللي اتقال لي الثاني بخليه في المقام. طب بس ما خلصتش لو سمحت، ما خلصتش ليه؟ ما خلصتش ابسط صوره. ال 24، ال 144 دي يا اولاد اول ما تشوفها على طول يوم جاي في دماغك مين؟ ال 12. ال 12 على طول، هي 12 في 12 ب 144. اول ما ابص على ال 144 افتكر ال 12. طب يا ترى ال 24؟ ايوه هي ال 12 في 2. طب هقسم على ال 12 فهل ال 2، 144 قسمة ال 12 فهل ال 12. وقف كده خلصت يعني؟ لا 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 خالص اطلاقا، ال 2 وال 12 مش ابسط صورة. هقسم على ال 2، 2 على ال 2 فهل 1، 12 على ال 2 فهل 6، ده ابسط صورة. يبقى لازم البسط والمقام ما يكونش بينهم اي قاسم مشترك. ها نشوف سؤال مختلف عنده شويه. اهو بيسالني هل الكميات في كل زوج من النسب، اداني نسبه ونسبه، يبقوا زوج من النسب او المعدلات، عشان ما تقوليش ده قلم وده ريالات يبقى معدل. انت شاطر شاطر لانك مركز، كميتين مختلفتين يبقى ده معدل على طول. تمام، هل دول بيكونوا المتناسبة؟ يعني ايه متناسبة؟ ها يعني ايه متناسبة يا حلوين؟ يعني هل النسبتين دول متساويتين؟ برافو عليك، يبقى انا اجيب النسبة الاولى واجيب النسبة الثانية واشوفهم متساويتين ولا لا. طب النسبة الاولى 2 هي الاول على 80، ولو انا شاطر بقى وجميل وممتاز اوصلها لابسط صورة. ماشي، وانا ال 32 8 من القواسم بتاعت ال 32، يبقى هقسم على ال 8. بعدين وصلت النسبة الأولى لأبسط صورة. أرجع للنسبة الثانية 16 قلم، اللي اتقال الأول هو الأول 16 بمبلغ 4 ريالات. الأربعة قاسم لل 16 قاسم، بتقسمها يبقى هقسم الأربعة 34 فهل 1؟ يا ترى إن زوج النسب متناسب؟ طبعا متناسب ومتناسب جدا. النسبة طلعت 4 على 1 والنسبة الثانية 4 على 1، يبقى هنا بيعملوا لي تناسب أو معدلات متناسبة أو كميات متناسبة. مفهوم يا حلوين؟ هايل. تعالوا نشوف كمان سؤال في نوع مختلف. مديني زي ما اتفقنا الثلاث كميات الثلاث كميات وعايزني انه انا اجيب الكميه الرابعه. اهو زي ما اتفقنا التناسب. التناسب ايه؟ 4 كميات لانه نسبتين متساويتين. بديني منهم 3 واقول عليك انت بقى الرابعه تجيبها. ايوه، اول واحده على 6 تساوي على 12. سهله جدا 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 يا مس. خلاص ايه؟ بصيت للستة وال 12 متضرب في 2 يبقى فوق اضرب في 2 وانا مضرب، يبقى 4 في 2 8. يبقى السين هنا قيمتها 8، شيل السين واحط مكانها 8. وبنفس الطريقة على ميم يساوي 2 على 8، ال10 بقت 2. ازاي؟ اتقسمت، بس اتقسمت على كام؟ على 5. أو ابدأ من الاثنين بقت 10 اتضربت في 5، يبقى 8 أضربها في 5، يبقى الميم هنا بتاعتي الميم بتساوي 40. ال 13 هتضرب مضروبة في 4 اديني 52، يبقى أنا عايز عدد أضربه في 4 اديني 8، 2، النون هنا ب 2. نفس ال 13 اتضربت في 4 اديني 52، ده حل مشكلة معايا يا حلوين. نكمل موضوعاتنا اللي هيجي منها الاختبار، ونيجي لأحلى موضوع عندنا في النسب. نكمل
الماراثون بتاع النسب بتاعتنا بالنسبة المئوية. النسبة المئوية نسبة برضو نسبة، أمال إيه تختلف عن النسب في إيه؟ بيبقى الكمية التانية فيها 100، يبقى النسبة المئوية نسبة، أمال إيه الميزة بتاعتها؟ إن الكمية التانية بتكون 100، يبقى النسبة المئوية هي نسبة تقارن عدد، أي عدد ب100، ما هو العدد الأولاني اللي بيجي الأول والعدد الثاني يكون 100، هي ده النسبة المئوية. يبقى نسبة بين عددين العدد الثاني 100 بس، بمنتهى البساطة كده، وبنرمز لها بالرمز. الرمز في المية بتاعنا الجميل ده هو، أهو الرمز في المية بتاعنا الجميل ده. يبقى 75%، يعني 75 على 100، يعني 75 من 100. طيب تعالى كده نشوف النسبة بتاعتنا الحلوة دي. بيقول اكتب كل نسبة مئوية مما يأتي في صورة كسر اعتيادي أو عدد كسري. أنا لازم أكيد، أنا عارف أنتوا كلكم ممتازين وشطار وعارفين ودارس النسبة مئوية. مجموعة لازم أكون عارفها زي اسمي، إن الواحد ب 100 وإن النص 50%، والربع 25%، والتلات أرباع 75%. نركز بقى، 15%، ما هي دي نسبة بس أنا عملت لها رمز شكل كده عشان أميزها نسبة مئوية. عايز أعملها على كسر عادي، ال 15 أهي، أدي ال 15. طب وفي المية دي يعني إيه؟ يعني على 100 بس. طب هسيبها كده؟ لا، أبقى مش شاطر لو سبتها كده. ليه؟ أشوف إيه القاسم المشترك. المية بتبقى لها قواسمها اللي بتقسمها إيه؟ 2 و5 و10 و4. طب تعالى 15 أولها 5، بقسم على 5 على طول، يبقى على 5 وهنا على 5 بتساوي 3 على 20. برافو عليك، يبقى 15% 15 على 100، وما اسكتش على 15 على 100، أوصلها لأبسط صورة. 80%، هايل، برافو، زي ما عملت 80 على 100. طب هل هسيبها كده؟ لا خالص، لو لقيت عندك صفر في البسط وصفر في المطلوب مع بعض، لان قسمت العددين على 10. طب 8 على 10 على 2 عشان يبقى ابسط صوره، لانها مش ابسط صوره، هتبقى 4 على 5. طب 180%، يعني 180 على 100. هايل، هل اسيبها كده؟ فانا ما اسيبهاش كده، صفر اهو رحت على الصفر، بقت 18 على 10، برضه ما سيبهاش كده، هقسم على 9 على 5، هسيبها كده؟ لا، امال ايه؟ قال لي كسر اعتيادي او عدد كسري، لو البسط اكبر من المقام ما بقاش كسر. 9 على 5 و4 اخماس، هتقولي انا اقدر احل لها 1 و4 اخماس من غير ان انا اعمل كده؟ هقول له تبقى ممتاز، انا عارف ان ال 180 يعني 100% و80%، 100% يعني 1، هايل، و80% لسه جايبينها في الخطه اللي فاتت، اخماس، هي 8 على 10 4 اخماس، تبقى 1 و4 اخماس. اقول له انت كده ممتاز وجميل وبرافو عليك. طب جاب لي نسب وقال لي اعملها نسبه مئويه. ايه ده بقى؟ لا دي سهله، سهله جدا، مش احنا لسه متفقين ايه هي النسبه المئويه؟ ان خلي الحد التاني ده هو، ده هو اللي هي الاربعه دي، خليها 100. بس كده هو. طب الاربعه دي تبقى 100 ازاي؟ لو ضربناها في 25، يبقى الاربعه اضربها في 25 هتبقى 100، بقى خلاص كده الحد ده 100. طب هل يا ترى الواحد اللي فوق ده هسيبه واحد؟ لا طبعا، انا عارف زي ما اضرب في المقام اضرب في البسط، يبقى 1 في 25 اهو،
25 على 100. خلاص وانا هسيبها كده 25 على 100، هقول لك لا، اعمل لها بصورة النسبة المئوية عشان تبقى انت ممتاز. لازم توصل الحل للنهاية. انا بس بديك الطريقة توصل ازاي. 25 على 100، اه بس كده بمنتهى السهولة 25%. بس طب الخمسين عرفت، عايز الحد الثاني 100 وساعتها اشيله واعمل في 100 على طول. طب الخمسة تبقى 100 ازاي؟ لو ضربتها في 20، لو ضربت في 2 هتبقى 10، وعايزة صفر كمان يعني اضرب في 10. انت لازم تكون عارف الاربعة تتضرب في 25، الخمسة تتضرب في 20، الاثنين تتضرب في 50، يبقى الخمسة في 20 ب 100. طب وفوق هضرب في 20 برضو، 2 في 20 40، 40 على 100. خلاص انا كده حليت. لا لسه نسيت، 40 على 100 40%. لازم اديها بصورة النسبة المئوية، مش هسيبها بصورة الكسر. 2 وربع، يا ترى هعملها ازاي؟ هعملها بالطريقة السهلة جدا جدا جدا. انا عارف ان الواحد ب 100%، طب كمان واحد 100%، يبقوا الاثنين بكام؟ 200%. والربع لسه قايله لنا الواحد 100%، النص 50%، الربع 25%، اه يبقى 25%. وانا قاعد زي الباشا، عارف الواحد ب 100%، الاثنين 100. طب الثلاث 300%. طب 2 وربع، الربع 25%، بقوا 225 في المية. واضح يا حلوين؟ موضوع اللي هتجيلنا برافو عليكم، انتم ممتازين واجاباتكم انا شفتها، انا اول ما شفت اساميكم عرفت ان انتم ممتازين. نكمل حل مسائل اهو، بيقول لي اكتب كل نسبة مئوية في صورة كسر اعتياد. والله بقى انا اتعلمت، يقول لي خد الكسر وهاته نسبة، بقول له اوكي انا جاهز، خد النسبة وهاتها كسر ولا يهمني عادي جدا، يديني الكسر وعايزه نسبة انا بعمل له دي 100 واشيلها واحط في المية. طب اداني هنا وبيقول خد النسبة دي وهاتها كسر ولا يفرق معايا، انا اشيل الفيلمية ده اهي واحطها له 100، بقت 14 على 100. برافو عليك، برافو عليك، انتم ممتازين. بس لسه حته صغنطوطه، لازم اركز. ابسط صوره يعني ممكن احطها له 14 على 100 كده واجري؟ لا 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 لا، مستنى شويه عشان اخد ابقى ممتاز. اه ال 14 وال 100، ال 14 بتتقسم على الاثنين والسبعه. ما انا اول ما بشوف ال 14 بفتكر 2 في 7 على طول، ملهاش غيرهم، مفيش غيرهم 2 في 7. طب هل المية دي تتقسم على 7؟ لا خالص، يبقى 2، يبقى هقسم 2 وهنا على 2، يبقى 7 50. برافو عليكم ممتازين، وصلتها له الابسط صور، شفت سهله ازاي؟ ولا يفرق معايا، عايز ايه كمان؟ 47%، خد يا عم 47 شيل الفيلمية وحطها له الحاجة. هي دي النسبة المئوية، بس انا عملت لها رسمه معينه ابقى اميزها عن النسب الثانيه، حتى انا عملت لها فيونكه كده عشان تبقى مميزه عن النسب العاديه. اهي 47 على 100. طب ابسط صوره حضرتك، هي دي ابسط صوره. ليه 47 ده عدد اولي ما بتقسمش؟ خلاص والله كتر خير وريحنا، 47 على 100. اه نشوف بقى واحده، ال 20% لازم اكون واد ممتاز وفاهم خمس على طول، في مجموعة نسب يا سنة ستة أحفظها، أحفظها الواحد النص الربع الخمس التلات أرباع، ده كده زي اسمي أنا عارف، وأقدر أجيبها وأحولها وأنا عارف كل حاجة، بس أحبش أضيع وقتي بقى. 20% خمس، خد يا عم عايز إيه؟ نيجي نشوف 185، كبيرة أوي، أه كبيرة بس مش عليا، أنا عارف كل حاجة، عارف المية في المية دي يعني واحد، و85% يعني 85 على 100، أهي واحد و85 على 100 زي العسل. أهي
ممتاز، برافو عليك، هايل. خلاص ما احنا عرفنا كل حاجة. 280%. يا حبايبي يلا، 200 يعني 2. طب وال 80%؟ 4 أخماس أو 25، ال 50 40، ال 3 أخماس 60%. سوري أنا بنطق غلط، مش 40، 40%، 3 أخماس 60%، 4 أخماس 80%، يبقى 2 و4 بمنتهى السهولة والبساطة، ولا أعمل أي حاجة. نكمل. جايب لي كسور وعايزها نسبة مئوية، ولا ما انا عارف ان انا شغال نسب متساوية وتناسب، ما هو ده كله نفس الشغل، بس انا اعمل ايه؟ اهو حط كده ويساوي، وحط مقام 100، وشوف بقى العدد التاني ده يبقى 100 ازاي. العشرة هتبقى 100 ازاي؟ ضرب في 10 يبقى فوق في 10 تبقى 30. 30 على 100 يعني 30%، ما سيبهاش كده، اتفقنا نسبة مئوية، حط لها الفيونكة بتاعتها، أقوم كاتبها له 30%، 30 أهي في المية، لازم أعملها له كده. طيب 7 على 20 ماشي يا عم، ولا أي حاجة خالص، هذا شرطة الكسبة أهي ال 20، حط 100 وأنت مغمض، وبعدين فكر ال 20 دي بقت 100 إزاي؟ اتفقنا 20 تتضرب في 5، ولو 5 اضرب في 20 يبقى فوق اضرب في 5، زي ما ال 20 اتضربت في 5 السبعه تتضرب في 5، اتفقنا؟ يبقى 35 على 100. واقوم اجري؟ لا ما اقومش اجري، 35% اعملها بالشكل اللي هو بيحبها، نسبه، نسبه مئويه. واحد وربع، هل اللي ده عايز شغل؟ اقسم بالله ما عايزه شغل ولا عايزه تعب. واحد يعني 100%، مش 100 واسكت، طب انا غلطانه برضه 100%. والربع 25%، 100%، 20%، انا قاعد زي الباشا. 51، لسه السؤال اللي فات قايلين ال 50 40% والواحد 100%، يبقى 140%. واحد على 100 اكتر الف خير. سمعوني، واحد على 100 1%، 1%، برافو عليكم، برافو عليكم، ممتازين. 5 على 100، كتر خيرك والله، ايش ما تعبتنيش خالص، برافو يا سنة. وكلنا 100%، بس لما نحضر المحاضرة الثانية مع أكاديمية عايد هتلاقيكم بقيتوا ايه، ممتازين في الرياضيات، وعندنا العلوم والانجليش والعرب كله، فريق أكاديمية عايد هنا خليه تطلع 100% على طول. شفت النسب المهمة بتاعتنا، انت هتبقى زيها على طول. نشوف السؤال اللي بعده. بقى نشوف، عشان النسب المئوية كفاية كده علينا في ده، نشوف النسب المئوية والكسور العشرية. صعبة دي أبدا خالص، ولا صعبة ولا تخوف ولا أي حاجة. مش أنا عارف إن 27%، قلت أنا بعمل إيه؟ شيل ال 100 وحط ال 100 بتاعتنا، ده في ال 100 ده أنا حطيتها بمزاجي بدل ال 100، أهي 27 على 100، وأنا في سنة رابعة واخد إن 27 على 100 يعني 27 من 100، أهو العلامة العشرية الفاصل بتاعها، بس كده؟ والله بس. طب 9%، حطها له 9 على 100 أهو. طب ده كسر عادي، كسر العشر 9 من 100، وما تنساش الصفر من 100، ما تكتبهاش كده، كده أهو الفاصل كده بقى، دي 9 من 10، لا لا لا، 9 في خانة الجزء من 100، درس أهو على سنة رابعة. 15%، خلاص أنا مش هعمل بقى الحركة دي، ما أنا بقيت شاطر، مش هعمل الحركة بقى على 100 وبعدين 15 على 100، 15 من 100، برافو عليك، 115%. اقول 115 من 100، يا لا كده ينفع حق 115 من 100؟ ينفع حتى 115 من 100؟ لا 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 حبايبي، اشطر من كده بكتير، 100% يعني واحد، واحد. وعندك كم يا عم؟
15%، يبقى 15 منك. شفتوا سهلة ازاي؟ 136 لعب. حلوة اللعبة دي، عرفناها خلاص. 136% 100 يعني واحد، و36 منك. طب 4%، 4 من 100. اقول 4 على 100 وبعدين 4 على 100، اقوم اعملها 4 من 100. خلاص هي مرة، واحنا عرفنا واحنا شطار وممتازين. اه عايز يلعبنا كمان مرة، جايب لك كسر العشري وبقول لي يا جميل اعمل لي بقى، شوف كده هتعرف تعمل لي ده نسبة مئوية. اقول له ده انا اعملها واعمل اللي حاطط السؤال نفسه كمان لو عايز يبقى نسبة مئوية. اه السؤال بيقول لي 32 من 100. اه ما هي 32 من 100 يعني 32 على 100. خلاص شيل ال 100 ده وحط العلامه اللي في يوم كده، يبقى 32 15 من 100. 15% مش هرجع بقى اعمل له تاني. 91 من 100. 91 اه نيجي بقى للي تحت ده، 1 و25 من 100. هل تبقى 1 و25%؟ واحد بقي قال واحد، وانا شغال نسبه مئويه، عقلي يقول له اقف، واحد ده يعني 100%. طب و25 من 100 يعني 25%، بقت 2. اوه 200، 2 يعني 200 وانت مغمض، تبقى 291%. 4، ما قلناش 4 عند الاثنين، هي الواحد 100%، الاثنين 200%، الثلاثة 300%، الأربعة 400%. طب و63 من 100 يعني 63% تبقى 463%. إيه رأيكم؟ صعبة؟ إحنا شطار وممتازين ونحلها كده 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 وإحنا قاعدين. هذا نسبة عايزها كسر عشري زي ما عملنا. طب شوف علم الأحياء اللي جاي بيفكرني، مش عارف علم الأحياء ده. آه يشكل الماء 7 من 10 تقريبا من جسم الإنسان، دي معلومة في العلوم أهي. ما النسبة المئوية التي تكافئ 7 من 10؟ هنحلها بالطريقة العادية، 7 من 10 هعملها كسر عادي، كسر اعتيادي 7 على 10. طب أنا عايز ده هو يبقى 100، صفر تحت صفر فوق، 70 على 100 70%. وهقول لك كلمتين ما تنساهمش ابدا عشان ما نضيعش وقت، ما نضيعش وقت. اي جزء كسر عشري من 100 هو نفسه في المية، كسر العشري جزء من 100 يبقى هو في المية على طول، في المية ازاي؟ اهو قول لي 35، هو 35%، 24 من 100 24% على طول وانت مغمض، من 100 رقمين اتنين ورا العلامة. 7 اهي من 100 يعني 7. طب الجزء من 10 لما يقول لي 3 من 10 يعني 30، زود صفر يعني 30%. 5 من 10 50%، 7 من 10 70%. يبقى دي الطريقة اللي اوتوماتيك احل. طب عايز الطريقة العادية اهي، 7 من 10، 7 على 10 اضرب 10 بسط وما اقام عشان تخلي الحد التاني بتاعي 100، بقت 70 على 100 70%. يبقى انا دلوقتي مجرد النظر ابص الاقي ده جزء من 100، حطه هو نفسه في المية. طب جزء من 10 لا حط له صفر، يبقى 7 من 10 تبقى 70%، 8 من 10 80%، 9 من 10 90%. ما ضيعش وقت في الحل معايا. حلوين هنا برضو بيقول لي جايب لك صورة عشرية اهي وحولها نسبة مئوية. قلنا احنا عارفين 22 من 100 على طول، بقي قال من 100 يرد يقول له في المية 22%، 99 من 100 99%. يا رب كلكم تجيبوا 99، لا 100% احسن. 1 و75 من 100 يبقى 175%، ما احنا مش هنضيع وقت بقى. 6 من 10 ها حليتهم، 60%،
16 من 100، 16%. ماشي يا حلوين؟ تمام. نشوف ايه المحاضرة بتاعتنا النهارده فيها موضوعات ايه لسه جاي عشان نكملها مع بعض. الاحتمال، نقلنا على موضوع تاني برضو من موضوعات الاختبار، الحاجات الحلوة جدا جدا، الموضوعات في المنهج الحلوة قوي، اسئلة الاحتمال. الاحتمال لازم اعرف ايه هو الاحتمال وبجيبه ازاي، وانا اديك طريقة سهلة جدا 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 تحل بها الاحتمال، سهلة قوي، تجيب اي احتمال هو عايزه منك بمجرد ما تبص على السؤال. احتمال حدث معين هو نسبة عدد النواتج اللي بتاعت الحدث ده للنواتج كلها، النواتج كلها الممكنة، دي اسمها فضاء العينة، مجموعة جميع النواتج الممكنة هي اسمها فضاء العينة. طيب زي ايه الكلام ده؟ الاحتمال ده يعني حاجة ممكن تحصل، حاجة ممكن تحصل ما تحصلش، ممكن ما تحصلش. عندي 3 أنواع للاحتمال أو للحدث، 3 أنواع للحدث. حدث مؤكد، ده اللي أكيد بيحصل، حدث محتمل اللي هو ممكن يحصل ممكن ما يحصلش، حدث مستحيل اللي هو لا يمكن يحصل وده احتماله بصفر، والحدث المؤكد احتماله 1، الحدث الممكن احتماله قيمة الاحتمال ما بين الصفر والواحد، يبقى أنا عندي مفيش عندي احتمال أقل من الصفر ومفيش عندي احتمال أكبر من الواحد، يبقى الاحتمال عبارة عن ما بين الصفر والأكبر من الصفر وأقل من الواحد، إلا إذا كان الحدث مؤكد يبقى بيسوي. أهو عندي الاحتمال أهو ما بين الأكيد أهو 1 والمستحيل 0، يعني لو قيمة الاحتمال أكبر من نص ده أكثر احتمالا، إن الحدث ده أكثر احتمالا إنه يقع، أقل من النص أقل احتمال. نشوف زي ما قلنا والوعد اللي وعدناه، نحل أسئلة الاحتمال إزاي بصورة سهلة جدا وبسيطة. هقول لك على حاجة، عشان تحل أي سؤال احتمال حله بيكون عدد، خلي بالك من كلمة عدد، عدد الحاجة اللي بيسألني عليها على العدد كله، كمان مرة، عدد الحاجة اللي بيسألني عليها على العدد كله، عدد الحاجة اللي بيسألني عليها في الفصل والمقام العدد كله. إزاي؟ يعني لو أنا قال لي مثلا عندي، نشوف على المثال اللي عندنا اهو، المثال بيقول لي انه انا عندي مكعب الارقام اللي هو حجر النرد او الزهر اللي بيتلعب بيه ده، اللي هو مكعب الارقام، الاوجه عندي 6 اوجه مرقمه من 1 ل 6، يبقى العدد كله كام؟ فضاء العينه جميع النواتج عددها، مش قيمه العدد، عددها كم مره؟ انا عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6، العدد 1 موجود كم مرة في المكعب ده؟ 1 بس، والعدد 5 واحد بس، والعدد 6 موجود مرة واحد بس، موجود كم مرة؟ مرة واحدة بس. طيب لو أنا رميت مكعب الأرقام ده، احتمال ظهور العدد 2، بيسألني على إيه؟ احتمال ظهور العدد 2. أنت لسه قايلة لنا عدد الحاجة اللي بيسألك عليها على العدد كله، هل أقول 2؟ لا لا لا، ده عددهم، عندك كام 2 في المكعب؟ 2 واحدة، يبقى الحل 1، والكل كام؟ 6، 1 على 6. طب احتمال ظهور العدد 6، 1 على 6، احتمال ظهور العدد 5، 1 على 6، بقول لك عدد الحاجة اللي بيسألني عليها على العدد كله بس. طب احتمال ظهور الرقم 2 أو 3 أو 4، أنا قلت كم حاجة منهم؟ 3 أهو، 3 أهي، 3 على 6 يعني نص، مش ثلث، معلش،
نص 3 على 3 فال 1، 6 على 3 فال 2، يبقى احتمال ظهور الرقم 2 او 3 او 4 عدهم، عندي 2 واحدة، 3 واحدة، 4 واحدة، يبقى انا عندي 3 من الكل 6، يبقى 3 على 6، يبقى احتمال كمان مرة باختصار قول لي الاحتمال، عدد الحاجة اللي بيسألنا عليها على العدد كله بس، وانتهت على كده، عدد الحاجة اللي بيسألك عليها على العدد كله. وهنشوف احنا قلنا طيب اذا كان احتمال ظهور العدد 6 هو 1 على 6، طب احتمال عدد ظهوره 5 على 6 بقيت الواحد، يعني احتمال وقوع الحدث واحتمال عدد وقوعه اللي هو مثلا نسبة 100% اللي هي 1، يعني لو واحتمال ظهور حدث نص يبقى احتمال عدم ظهوره نص، احتمال فوز فريق معين في المباراة 2 على 5 يبقى احتمال عدم فوزه 3 على 5. لازم أكون عارف النقطة دي كويس جدا. ها هنشوف المثال ده اهو، بيقول أو استطلع وليد آراء طلاب صفه حول القصص اللي بيفضلون قراءتها. الجدول ده بيبين النتيجة بتاعة الاستطلاع. عنده المغامرات، قصص المغامرات 46، طالب، الاجتماعية 22، الثقافية 18، الرياضية 14. أول حاجة لازم أعملها هنا عشان أحل السؤال ده أجيب عدد الطلاب الكلي لازم أجمعه عشان ده يبقى المقام بتاعي، ده المقام بتاعي على طول. أجمع 46 22 18 22 كده 40 و14 و46 60 مجموعهم 100، يبقى المقام 100. عايز بقى اوجد احتمال، ها ثم اوجد احتمال، بيقول لك هنا ايه يبين نتيجة هذا الاصلاح، حدد متممة كل من الحوادث الآتية، وعايز احتمال المتممة، عايز احتمال المتممة الثقافية، الثقافية نفسها 18 على 100. طب المتممة، المتممة يعني اللي بتكملها 100، 18 على 100، يبقى المتممة بتاعتها ايه؟ دي الثقافية، مش إجابة السؤال، مش إجابة السؤال. طيب يبقى المتممة للثقافية بقت 80 على 100، الاحتمال بتاع المتمم. الاجتماعية أو الرياضية، يبقى الاجتماعية والرياضية مع بعض كام؟ 22 و14 يعني 36 على 100. طب المتممة 36 يبقى 64 ده المتممة 64 على 100. ليه؟ لأن دي 36 على 100، يبقى المتممة بقيت المية. تعال نشوف السؤال اللي بعده. أنا عندي بطاقات أهي حروفها، بجيب أنا باحتمال كل من الحواس، أنا بمد إيدي أجيب بطاقة من دول من غير ما أشوف، من غير ما أبص عليهم، احتمال إن البطاقة بتاعتي تبقى دال. قلنا أول خطوة في حل الاحتمال هعمل إيه؟ هعد البطاقات بتاعتي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 بطاقات، يبقى المقام عندي 9. طب الاحتمال اجيبه ازاي؟ عدد اللي بيسألني عليه على العدد كله، بيسألني على مين؟ على الدال، فين الدال؟ اهي عندي كم دال؟ واحدة بس، يبقى احتمالها ايه؟ 1 على 9. طب احتمال العدد البطاقة تكون عليها ألف، المقام كام؟ العدد كله 9. عندي كم بطاقة عليها ألف؟ 1 2 3، يبقى 3 على 9. ها احتمال باء او ياء، المقام 9 على طول قبل ما نعمل اي حاجه، باء او ياء، عد الباء والياء، هذا 1 2، في حاجه تانية؟ لا 2 على 9.
سين او فاء او لام، اعد سين واحد والفاء اهي اتنين واللام تلاتة والمقام تسعة. يبقى باختصار وببساطة الاحتمال عدد اللي بيسألنا، عدد اللي بيسألنا عليه على العدد كله. أول خطوة ما يجيلي سؤال هات العدد بتاعهم كلهم في المقام وشوف بقى بيسألك على إيه. هنا بيقول لي احتمال ليس حرف علة. آه ده دخل الرياضة في النحو وفي العربي. آه ليس حرف علة، هو إيه حرف العلة ده؟ اللي هو إيه؟ الألف والياء. آه يبقى مش حرف علة، يبقى أدوات ثلاثة واثنين فاء ودال ثلاثة وباء أربعة وسين خمسة، يبقى خمسة على تسعة. طب لو قال لي احتمال حرف علة يبقى أربعة على تسعة. يبقى الاحتمال بمنتهى البساطة احتمال أي حدث عدد الحاجة اللي بسألك عليها على العدد كله. نيجي نشوف السؤال بتاعنا ده، هو بيقول لي سحبت بطاقة واحدة عشوائيا من بين 10 بطاقات. حبايبي اللي بيشتغلوا معايا على طول، 10 بطاقات عدد البطاقات كله 10، يبقى المقام مغمض كام؟ 10. هو انا مغمض 10 بطاقات، المقام 10. احتمال انه يكون العدد اللي انت هتسحبه من البطاقات وانت مغمض 8. اه بص انا عندي 10 بطاقات مرقمه من 1 ل 10، يبقى انا حطيت في المقام 10 لانهم 10 بطاقات. عندي كم بطاقه عليها 8؟ واحده، يبقى واحده خلاص. اه سهله اهي. طيب 7 او 9، احتمال انه العدد يطلع 7 او 9. انا عندي كم 7 واحده، وعندي كم 9 واحده، يبقوا تاني على كام؟ على العدد كله اللي بيسالني عليه في البسط والعدد كله في المقام. احتمال البطاقة اللي أنا أخدها أقل من 5، يبقى المقام بتاعي 10. ده في كل الحالات المقام بتاعي 10. أقل من 5، أسأل نفسي أنا عندي كام واحدة أقل من 5 موجود؟ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. آه يبقى عدد اللي بيسألنا عليه 4 على العدد كله 10. احتمال إنه يكون عدد أكبر من 3، أشوف عندي كام واحد أكبر من 3؟ 4 5 6 7 8 9 10، 7 أرقام عددهم 7، يبقى 7 أرقام عدد اللي بيسألنا عليه على العدد كله. كل ما هتكلم هقول نفس الكلام، عدد الحاجة اللي بيسألنا عليها على العدد كله. عدد فردي أعد، عندي كم عدد فردي من 1 ل 10؟ 5، يبقى 5 على 10 نص. عدد زوجي نص، ليس من مضاعفات الأربعة. لما نمشيها مظبوط واشوف مضاعفات الاربعه، 8 2 بس اهم مضاعفات الاربعه، ليس يبقى المتمم بتاعها 8 على 10، ليس 5 ولا 6 ولا 7 ولا 8، دول 4 ارقام. وبقول ليس يعني دول مش معايا، المتمم للاربعه هنا 6 على 10. يبقى الاحتمال الدرس في العالم كله عدد اللي بيسألنا عليه على العدد كله. الاحتمال النظري والتجريبي هو نفس الحاجة اللي بنتكلم فيها، بس عايزك تفهم المفردة بتاعت الاحتمال النظري. الاحتمال ده اللي أنا بتكلم يعني أقول لك لو أنا عندي مثلا كيس في البلي الملون، في 10 بليات منهم 3 أحمر و7 أزرق، لو أنا احتمال أخد واحدة حمراء تقول لي 3 على 10. ده النظري بالقانون كده يعني. طب التجريبي اللي أنا بعمله بالفعل، اللي أنا بعمله ده اللي بيعتمد على اللي بيحصل فعلا في تجربة، بجرب بقى وبعمل. يعني أنا لو أنا عندي عملة معدنية وبرمي العملة دي، احتمال تنزل على الصورة واحتمال تنزل على الكتابة. طب احتمال الصورة ايه؟ نص، ما هو 1 على 2 كل 2. طب يعني لو رميتها 4 مرات في الاحتمال النظري اه يطلع 2 صورة لان النص الـ4 واثنين كتابة. طب بالفعل بقى اجيب بقى الاحتمال التجريبي بتاع التجربة، اجيب قطعة عملة بقى وارميها 4 مرات، ممكن الـ4 مرات يطلعوا صورة
وممكن ال4 مرات يطلعوا كتابة، وممكن واحدة تطلع صورة وثلاثة كتابة، وهكذا. يبقى الاحتمال التجريبي بيعتمد على ما يحدث فعلا في التجربة، إنما النظري نظري، أنا بقول لك بالقانون كده، تمام؟ ده بس هو نفس اللي احنا اتكلمنا عليه في الاحتمال، بس لازم انت كطالب ممتاز في سنة ستة تكون عارف ايه هو الاحتمال النظري، الاحتمال بالقانون كده، عدد الحاجات اللي بيسألك عليها على العدد كله. طب التجريب، اعمل بقى التجربة انت، هل انه ممكن يطلع؟ ممكن يطلع زي ما بقول، وممكن يطلع غير اللي بيحدث فعلا بقى، ده التجريبي اللي بعمله بالتجربة، بجربه. احنا عندي اختبار في أسئلة على النسبة المئوية، وإحنا اتكلمنا فيها كتير جدا، وعندي هنا نشوف سؤال هنا على الاحتمال أهو، بيقول لي يبين الجدول المجاور، السؤال ده أهو خليكم معايا، أصناف بعض الملابس وعددها في خزانة الملابس. اتفقنا أول ما تجيلي مسألة احتمال، سؤال احتمال، بجري أعمل إيه بسرعة جدا؟ أجري أعد كل الحاجات اللي عندي، 6 و4 10 و3 و7 10، يبقى المجموع 20، يبقى المقام عندي 20. بس تعالى بقى تسألني على إيه يا عم؟ احتمال جوارب، عندي كام جوارب؟ 7، يبقى احتمال الجوارب 7000. ثوب أو غترة، الثوب 6 والغترة 3، يبقوا 9 على 20. ليس شماغا، انت بتقول لي ليس شماغا، طب انا هجيب شماغا الاول، شماغ 4 على 20، يبقى ليس شماغ المتمم بتاعه، بقيت ال 20 16 على 20. واضح يا حبايبي؟ ليس جوارب او غتره، هجيب الجوارب والغتره مع بعض 10، يبقى ليس جوارب او غتره 10 على 20 المتمم. بيقول لي اذا كان هناك احتماليه هطول الامطار 60%، يبقى احتمال عدم الهطول بقيت المي 40%. لحد هنا وبتنتهي محاضرة النهاردة، على وعد إن شاء الله يوم الأربعاء في نفس الموعد هنكمل بقية الموضوعات اللي هي الزوايا والهندسة بقى والأشكال المضلعات والمنشور الرباعي والحاجات دي كلها جاي منها برضو في الأسئلة، وهنحل النماذج بتاعة الاختبار. انتوا الشغل معاكم ممتع والوقت سرقنا، وهنكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية يوم الاربع، وعايزة تبعتوا لي رأيكم وحلوا وفهمتوا ايه، والدنيا كانت معاكم عاملة ازاي النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.